استثنائي من قبل الإدارة بمنطقة دير الزور بسبب هذه الأوضاع الأخيرة اللي واجهتها. طبعاً نقطة أخيرة حابب أكد عليها صح هو موضوع سياسي، لكن موضوع التفاهم الكردي الكردي صار في هناك اتفاق، بقي تفاصيل صغيرة ممكن يتم الإعلان عنها فيما بعد. النقطة الأساسية اللي حابب يوضحها إنه هذا الاتفاق ما راح يكون على حساب باقي المنطقة أو على حساب المكونات الأخرى، بالعكس هذا الاتفاق راح يكون أساس أيضا لحوارات بين باقي المكونات أيضا، فهو فقط لتشكيل مرجعية تم النقاش عنها. الإدارة الذاتية أساسا هي مشكلة من كافة المكونات. From now, but because you know all the COVID-19 cases we have in the area and the curfew and the whole situation inside Ness, so we postponed it a bit till we. يكون لمكتب شؤون المنظمات في شمال وشرق سوريا اما فرع في الحسكه او قمحي او تفويض مكتب في الجزيره او مكتب الحسكه، يعني ان تحل هذه المشكله، يعني هاي فقط الطرح. شكرا.